السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض رحلة ممتعة في سلسلة شرح لمنصة زي بلدر. منصة زي بلدر بتحل مشاكل كتيرة جدا في صناعة البناء. مشكلة صناعة البناء إنها جزر منعزلة، يعني لما تيجي تتكلم تلاقي إن في قسم أو في جزيرة كده اسمها الكوست كنترول، دي لوحدها ملهاش علاقة خالص بقسم البيم، ملهاش علاقة خالص بقسم السبلاي تشين. كل قسم منفصل بذاته، ويعني التعامل بينه وبين بعض مفيش اتصال قوي. فبتلاقي ان الكوست كنترول الملفات اللي موجوده فيه او البرامج اللي موجوده فيه ملهاش علاقه بالبرامج الموجوده في البلاننج، مفيش تواصل بينهم، مفيش تواصل بالاكيوبمنت، مفيش تواصل بالبيدنج. لا، هنا الموضوع ده اتحل بقى، كلهم متواصلين مع بعض. يعني في قلب الموديل بقدر اربطه بالبلاننج، بقدر اربطه بالكوست، بقدر اربطه بالريكيومنت، بقدر اربطه بالبيدنج، وكل الحاجات دي مرتبطه مع بعض. فده حل مشاكل كتير جدا كانت بتسبب هالك وبتسبب ضياع في الوقت وبتسبب ضياع في المعلومه. فده بيديني قوه جامده جدا، وهنبدا نشوف الحاجات دي مع بعض. واوعدكم انها حاجات مبهره ان شاء الله. وهتلاقوا الموقع اسفل الفيديو، وشركة انجينيرنج سيستمز هي اللي عاملة الموضوع دوت. وهنبدأ نشوف مع بعض كده سريعا. ده مثلا الموديل اهوت، تمام. تقدر تاخد المعلومات كلها. ده مرتبط بالفور دي، ومرتبط بالفايف دي، ومرتبط بالكوست كنترول. كل الحاجات دي مرتبطة مع بعض بشكل جميل جدا ومذهل، انا منبهر بيه. وان شاء الله تستمتعوا في الدروس القادمة بإذن الله.